أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. صرحت جرين بيس أن منشأتها لقبول تبرعات بيتكوين سيتم إلغاؤها لأنها لم تعد قابلة للاستمرار في ضوء أزمة المناخ، حيث تم تحفيز الكثير من الوعي الحالي بمشكلة الطاقة في بيتكوين من خلال تدخل إيلون ماسك الأخير رفيع المستوى، عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن الشركة لم تعد تقبل بيتكوين كدفعة للمركبات بسبب مخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة لتعدين بيتكوين. حصلت شركة فيجر تكنولوجيز الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية المدعومة من بلوكتشين على تمويل كبير لمهمتها لتحسين صناعة الخدمات المالية من خلال بروفيننس بلوكتشين. وقد أعلن الشاك اليوم الخميس أن الشركة جمعت 200 مليون دولار أمريكي في جولة بقيادة ذراع رأس المال المشفرة لشركة مورغانز كريكس مورغان كريك ديجيتال فاندينج، حيث صرح مايكل كونجي المؤسس المشارك في الشاك أن التمويل الجديد سيساعد الشركة على إبرام صفقات جديدة لعمليات الإقراض الخاصة بها وبناء أداة للمدفوعات الخاصة بها أيضا، والسعي للحصول على ميثاق مصرفي وطني من مكتب مراقبة العملات بالولايات المتحدة. تضيف زيادة مونيرو وسط أخبار ضرائب العملة الرقمية إلى ارتداد بنسبة 84% منذ انهيار السوق الأخير، حيث بالتزامن مع الأخبار التي تفيد بأن الخطة الضريبية المقترحة لرئيس الولايات المتحدة جون بايدن ستطلب تقارير ضريبية عن المعاملات التجارية التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي، وارتفعت قيمة عملة الخصوصية مونيرو بنسبة 31% يوم الجمعة. كشف معهد أبحاث بلوكتشين BRI عن خطط للتوسع في عدة قارات في منتصف العام من خلال شراكات مع العديد من البنوك والمؤسسات والمنظمات، حيث تعمل بالفعل مؤسسة فكرية عالمية مستقلة للأبحاث في أوروبا والبرازيل، كما ستنشئ مراكزاً للابتكار والبحث في مراكز إقليمية جديدة، والهدف هو تثقيف ووضع استراتيجيات حول كيفية تنفيذ بلوكتشين والتقنيات الناشئة الأخرى عبر الأعمال والحكومة والمجتمع. انضمت Chainlink Labs موفر حلول أوراكل إلى مجلس الحكومة الذي يشرف على شبكة هيدرا، حيث في إعلان من Chainlink اليوم قال المشروع إنه أصبح العضو 21 في مجلس إدارة هيدرا لمساعدة المنظمات على استخدام التطبيقات اللامركزية، كما ستصبح Chainlink الآن الشريك المفضل لأوراكل وستوفر تكاملاً للترميز على هيدرا. من المتوقع أن يحافظ سوق الرموز غير القابلة للتبديل NFT على مسار نموه السريع هذا العام مع استمرار نمو الطلب على المقتنيات الرقمية، ووفقا لتوقعات جديدة من Invest وهي منصة تعليمية وأخبار الاستثمار عبر الإنترنت، من المتوقع أن يصل حجم تداول NFT إلى 175 مليون دولار أمريكي بحلول أكتوبر، مما يؤدي إلى رسملة سوقية للصناعة تبلغ 470 مليون دولار أمريكي حسب ما ذكر Invest في تقرير يوم الخميس، حيث بلغت قيمة سوق NFTs 338 مليون دولار أمريكي في عام 2020. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.